مثلا الاوضاع السياسيه اللي موجوده حاليا نفضنا لشويه فيديوهات عن الجزائر فله، وقررنا ان احنا نكمل رحله الزبير هلال في مصر كلها. هتقول لي الله انت بتنحت بقى حبيبي، تسلم يا صاحبي على الحب ده، الحب ده من عند ربنا ليك والله. شكرا والله يا صاحبي، احنا ما بنكملش هنا في القناه غير بدعم حضرتك والله. بص يا صاحبي، اخونا الزبير هلال ربنا كرمه وراح يشتري حته حلوه كده من تجاره او من محل تجاري، لا مؤاخذه يعني، مختص ببيع القماش. بس معلش يا عم زبير، انا هديك نصيحه محدش في بلدي هيديها لك. بص يا عم زبير، عندنا في مصر عشان تنجح في الفصال لازم تكون لا مؤاخذه يعني معاك الست الوالده، لان الامهات ما تعرفش عندهم قناعه غير طبيعيه ان هم بيقدروا ينجحوا في حوار الفصال ده. انما تلاقي الشاب من هنا واقف عمال يفاصل وفي الاخر برضه بيضحك عليه وبرضه لا مؤاخذه يعني بيتخزوق. فلا مؤاخذه ما عندناش حد في مصر بيقدر ينجح في حوار الفصال على هدوم غير الامهات، دي نصيحه لوجه الله. وما عندناش اي حد بيقدر ياخد اسعار حلوه غير الامهات، والله ما تعرف ازاي يا صاحبي، بس انت تاخد امك معاك او انت تاخد والدتك معاك وتروح تفاصل في حته بتلاقيها مكسره الدنيا وجايبه لك عروض ولا البلاك فرايدي. انما تطلعي انت تفاصلي او تطلع انت تفاصل، ما تعرفش هل الحته دي بتحصل عندنا في مصر ولا بتحصل كمان عندكم في المغرب. فالزبير بقى قرر ان هو يجي فاصل. خش يا معلم. 200 حبيبي، انا ب 47 درهم في المغرب، انا ب 40 درهم. ليش؟ 46 درهم اذا كانت ب 230. انا مش حال حسبوني. ماشي، ما هو قال لك في واحده ثانيه فيها 35. اه دي 135 بس. لا لا انا بيك اولاني انا شو الحاجه الصح؟ والله عندي اخواتي، عندي الوليده والله. مش كده يا اسطى، مش كده. كويس خلاص خلاص، اعطيني ده شهر يا اسطى. مش كده يا صاحبي، ما بتمشيش كده يا اسطى. بص انت قول لي انا هاخد لفه كده وارجع لك، او اقول له هاخد لفه كده وارجع لك، انما عندي والده وعندي اخواتي. لا لا ما بتمشيش كده خالص يا معلم. هو نفس الكلام اللي بيتقالينا ده، بتاع ان انت خد اللي انت عايزه، المحل محلك يابا. الحجر الحجر مول في درهم مول في الحجر قصريش عزيزه بيني تشاو حبيبي، تعاود خوف جداتي 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 لو الفني اسود كاريزما. بقول لك يا صاحبي، قول له انا هروح عند الشاذلي. لا والله بجد يكلمك في الحاجات دي، قول له انا هروح عند الشاذلي، عنده صفقه هدوم هخلصها. اه والله قول له انا هروح عند الشاذلي، ال 200 جنيه دول ارجع معايا شنطه هدوم وارجع معايا شويه هدوم. لا معلش، عايز تحدد اي حد حاليا في حوار اللبس، قول له انا هروح عند الشاذلي من الاخر. يلا حبيبي، احلى كاريزما واحلى اخويا. طبعا الموضوع كله تهريج يا باشا، والله ده منهرج والله، ده حضرتك دم تقيل. حبيبي تعال دقيقة، فكرني بعلاوة ولي الدين الله يرحمه والله. اجيب له حاجة كويسة. هذه خلاص هدية مدرسة، انا بحب انا حبكي. صار هذه صار واحد ده ابي زوج سيران. حبيبي انا حبكي. انت انا حبكي. انا زياد ارزوك يا حبكي. حبكي بتقول لي يا حاج انت منزل 10 جنيه بحالها يا حاج؟ مش كتير شويه يا حاج؟ في 10 جنيه يا حاج، يعني بدل ما تنزل راجل 50 جنيه تنزل راجل 100، بتنزل 10 جنيه بس يا حاج الكلام ده؟ الشهر الشهر 175 175 تاريخ 175 كيلو سلمي بس طوعي 175 شحال 175 سلمي سلمي انا فوق ابغى نتسناو ستوري جاي اخواني يلا 40 درهم 40 درهم ضربت لك الاسعار خليها معاك هذاك شرط بس ده مع خمن دفاع قوي ما انضف حاجه زيف زيف بكم؟ عسكورية؟ ب 40 درهم زيف الفولار لا الزيف الفولار في نوع حسبه ب 40 درهم ونوع حسبه باسمه ده ب 45 درهم 45 درهم؟ يعني كم بالمصري؟ ده ضرب وضرب بنت لذينه تقريبا حسبها له ب 300 جنيه مش كتير شويه؟ وشو ما انت بتنقص بال 10 جنيه يا عم الحاج، يا عم الحاج عيب يا عم الحاج. انا مؤاخذه يعني احنا جايبين لك راجل من بلد زي المغرب، وراجل مؤاخذه يعني عندهم هدوم وعندهم حاجات انضف من كده، فحضرتك لا مؤاخذه يا حاج محتاج تهدى شويه في الاسعار بتاعتك. اخبار هذا الشيء بريمات ستوريات وقال واش كان يقول لي لا راه غالي الكعك حتى حاج بيت ولي ديالنا هاني هاد خذوا تعزموا فينا وما عليكم شو ما عليكم صافي دوزوا
الناس بتقول لي يا عم انت غني، يا عم ماشي يا عم انا غني ايه وربنا كرمني والحياه حلوه، بس ما حدش ينصب عليا وما حدش يضحك عليا. وبعدين هو الراجل جاي بيهزر والراجل بيعمل فيديوهات بيهزر وكل الناس جايه بتهزر، الموضوع ما فيهوش يعني جو اللي هو التنشنه والحوارات اللي انت بتتكلم فيها. هو الراجل اصلا كل الفكره ان هو جاي بيهزر وجاي بينبسط. يا عم اهلا وسهلا بيكوا تاني وتالت ورابع، شرفت يا باشا، وانطلق واعمل كل اللي انت عايزه وما تهتمش باي حاجه، اسمع منه الله على السكه وعلى الدغري. لو حطيت حبيبي يا شيخ واش انت ما بتتجاوزش؟ لا بالفاصل انت ما بتتجاوزش انت فاصل. واش هو دلينا 45 درهم؟ وشحال خاص لي؟ نزلناها على 40 درهم. ما هذه متاويه. ما انت واخد 100 زيف. يا صديقي خاص 40 درهم كانت امي. تقص 40 درهم وناخذ كل 6 درهم. ما انا بصراحه ما كانتش بحال والله. هو اقولها لك. اسكت. صافي اش عندك يا شيخ؟ حلو المشهد ده، بيفكرني بانت واحد صاحبك لما بتطلعوا واخدين الخازوق من محل اللبس، اللي هو اسطى على فكره احنا كنا ممكن ننزل منه 50 جنيه يقول لك لا لا لا، كان ممكن ننزل منه 100، طب يلا نرجعه، لا ما ينفعش بقى مش هنقلب نفسنا ونروح نتكلم. لا على فكره احنا كان المفروض نفاصل، لا 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 مش هنفاصل خلاص، احنا خلاها على الله بقى. يابا ما كنت فاصلت في المحل، اللي هو الزبير بيقول له معلش يعني الراجل كان انت قال له حاجه كده؟ انا رجعها لك، قال له حاجه كده، قال له انت ما تفصلش اصلا نزلناها على 40 درهم. ما انت تاوي يا ابني. انت واخد 100 اي الحته دي انا جدتي يا دي لو حطك يا حبيبي يا شيخ واش انت ما بتتجاوزش؟ لا بفصل انت ما فصلتش. هي ما بتتجاوزش دي يعني بتفصل؟ اللي هو بيقول انت بتتواش، بيقول له لا بفاصل، بتهيالي بتتواش دي يعني بتفاصل برضه. ايش انت فاصل؟ ما بتتجوزش؟ لا وش هو قال لنا 45 درهم؟ وش حال خاص لي؟ نزلناها على 40 درهم. ما هذه متاوية. انت واخد 100 زيف. يا صديقي خاص 40 درهم كانت ايه 100 زيف؟ انا 40 درهم وناخذ كل 6 درهم. ما انا بصراحة ما كانتش بحال والله. والله هو اقولها لك. اسكت. طب ايش عندك يا شيخ؟ ويلي 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 كان كان الحاج متولي. ضحك عليك. شو انا مكعكع واحد ما تخليش تقول لي عندك زير يا زيف. انا غلطكم شي عندنا داك الحاج. زبر بيفكرك بيك والله وانت قاعد تضحك على نفسك بعد ما اتخوزقت في المحل. اه والله بيفكرني بيا والله، كنت اجي شاري الهدوم انا والواد صاحبي ونطلع، بعد ما نطلع اقول لاحمد على فكره ضحك علينا، يقول لي اه ما اخوزك يا اسطى مش كنت موجود جنبي؟ لا انا كنت سايبك تتصرف. يا والله المواقف دي مواقف غريبه والله، اللي هو بعد ما بتشتري الحاجه بتلاقي صاحبك اللي كان معاك بيقول لك على فكره هو ضحك عليك، يا اسطى انت مش كنت موجود جنبي؟ لا والله انا كنت سايبك انت تسوق. اه يا حبيبي انا كنت سامعك كنت عمال تقول له ده سعر مناسب وده سعر حلو والخامه خامه نظيفه، لما اخذ انت طلع بره تتكلم معاه في ايه؟ بس هي موقف لذيذ وحاجات حلوه، وانا بحب اديني في الحاجات التافهه، انا بحب الحاجات التافهه دي، انما قصه نخش في عمق بقى ونخش في موضوع ان بنزديره وكلام، لا اديني في الحاجات دي، اديني في التوافق وانا بحب الحاجات التافهه، هتلاقيني باجي معاك والله، اديني في ناس جايه تهزر وناس جايه تلعب وناس جايه تشتري حاجات، هلاقيني بجيب معاك والله وابقى قاعد مبسوط والدنيا حلوه. هتجيبني بقى بموال فتنه وحوارات من دي هنتعب بعض على الفاضي يا صاحبي، وهو ده الحكايه وهو ده الملخص. صباح الفل يا مان، قول لي بقى يا صاحبي كم مره اتضحك عليك وانت خارج من محل لبس؟ كم مره اشتريت تيشيرت وحسيت ان انت اتنصب عليك وتحور عليك؟ انا التيشيرت ده شاريه من واحد صاحبي وعشره عمري وعمل معايا خازوق ابن كلب في التيشيرت ده، وفي الاخر بعد ما طلعت قعدت اقول ان انا اتضحك عليا. بس المهم يا صاحبي ان انت تكون مبسوط والحاجه قعدت معاك فتره طويله، لان عزيزي كلنا بيضحك علينا في موضوع شراء اللبس، كلنا بيضحك علينا وكلنا بنتختم على قفانا، الا بقى لو معاك والدتك هتلاقي نفسك خدته بنص السعر وما تعرفش ازاي. اه والله والله العظيم بجد، فعندنا في مصر ما فيش حد بيعرف فصل غير